السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله صحتكم لاباس. توجور في قناتكم سبورة رادي زاد مع كادي. مرحبا بكم خاوتي وبارك الله فيكم على الدعم. خاوتي، الموضوع تاع هذه المره، رابح مهاجر يخرج بتصريحات كذلك مثيره، هدر على محمد صلاح وهدر على محرز. محمد صلاح قال فيه بيت من الشعر، خاطر راه يهدر في قناه اون سبور هذه ولا اون تايم سبور، ومحمد ورياض محرز بورتون رياض محرز اولى يفرش له الطابله كيما حنا نقول. شي قال لي، قال لك انا ما نتدخلش في امور تاع بيبو غوارديولا. بيبو غوارديولا لاعب كبير ومدرب كبير، يعرف شي يدير، وشفنا بزاف لاعبين احتياط وسارت. قال محرز لاعب كبير، وفي لافان قال لك عنده امكانيات، وقعد ما طاكش ينطق اسم محرز. راكم تشوفوا خاوتي التصريح، يعني كو يسكت يعني محمد صالح تعطيه 6 دقائق، والمذيع بروحه ولا يقول لك الا ماكش تشوف بلي محرز ليقلو يلعب بزاف، حتى ما هدرتش قطعت له الهضره، قلت له مانيش حاب نتدخل ونحترم بيبو غوارديولا. تي تحترم بيبو غوارديولا؟ بيبو غوارديولا مش محترم ولد بلادك. خاوتي نسمعوا محرز شا قال على نسمعوا رابح ماجر شا قال على كيسموه، على تلف لي الهضره على محمد صلاح ونتلقاو. ايريا المحبوب كابتن رابح ماجر اللي موجود معانا دلوقتي على التليفون. يا كابتن رابح، اهلا وسهلا بيك، مساء الفل وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. مساء الخير اخي العزيز، كيف حالك؟ والله كله كويس الحمد لله. اخبار حضرتك يا كابتن؟ الحمد لله يا رب، كله تمام الحمد لله يا رب. دايما بنفخر بيك، ودايما بنبقى سعداء جدا بوجود حضرتك معانا. قيمه وقامه عربيه جزائريه محترمه جدا، بنحب نستأنس برأيها لانه من اوائل من احترف وغرد في سرب منفرد الحقيقه في الدوريات الاوروبيه المختلفه الحقيقه. كابتن رابح، ففخر لينا في البدايه ان حضرتك تكون موجود معانا، وعايز اسال حضرتك رايك ايه في محمد صلاح والتصريحات التي ادلى بها مؤخرا عن عدم ارتياحيته بسبب انه لم يرتدي شارة القيادة، عن حديثه عن برشلونة وريال مدريد. كيف ترى هذه الامور من وجهة نظرك، وهل هي تشي بانه محمد صلاح قد يرحل عن ليفربول ام لا؟ والله بكل صراحة، يعني لو نتكلم لاعب محمد صلاح، لاعب مميز، فخر العرب، سفير العرب كلها، ويقوم بعمل كبير في ليفربول، هداف يعني، واصبح من ابرز واحسن اللاعبين في العالم. وانا دائما اشجع هذا اللاعب واتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، لانه مو فقط يمثل الكره المصريه ولكن يمثلنا كلنا احنا كعرب. صحيح. وحاليا يلعب في ليفربول. ليفربول نادي كبير تكون، انا قلت تكون اكثر واكثر في ليفربول، لان نشط لنا في الانضباط الكبير اللي موجود في الكرة الإنجليزية، والأعمال اللي يقوم بها في التدريبات مع كلوب، يعني زاد تطور أكثر وأكثر اللاعب صلاح. الآن يبقى في ليفربول موش يعني مستعد يعني يبقى في ليفربول طويل، أو يروح إلى برشلونة أو يروح إلى ريال مدريد. يعني هو الوحيد اللي يقرر مستقبله، لان تروح تلعب في ريال مدريد، يعني كل لاعب يتمنى يوم من الايام يلعب في نادي كبير مثل برشلونه او ريال مدريد. ولكن ما ننساوش ايضا صلاح بطل. على بالك من داك الدوخني انا، تبان لك شكون كاع ماش عايش معنا على بالك. هذه شويه اش قال على محمد صلاح، انا ما بغيتش ندير كاع التصريح خاطش تجيفو، خاطش كون درت كاع التصريح تجيفو نورمال. شوف، لاعب كبير فخر العرب، نحن ندعموه كلاعبين وكلاعبين قدامى، وعنده الامكانيه يلعب في ريال مدريد وبرشلونه او هذه قالها على صلاح. لا احد ينكر ان محمد صلاح من اللاعبين كما حنا نقولوا لي شرفوا العرب. ما تنساش باللي محرز هو اول عربي دا احسن لاعب في انجلترا، ما تنساش باللي محرز اول لاعب عربي دا بطوله الانجليزيه. وكيما صلاح يلعب في ليفربول، سيخونا محرز راه يلعب في مانشستر سيتي من اقوى الانديه. سار تاريخ ليفربول اقوى من مانشستر سيتي، لكن في الاونه الاخيره تتويجات مانشستر سيتي اقوى، خاصه على المستوى المحلي اقوى من ليفربول. حنا ما نشكوش في قيمه محمد صلاح، قيمه ثابته، لاعب من الطراز الرافع، تنافس على احسن اللاعبين في العالم، من هدافي الدوري الانجليزي، عنده امكانيات. سار تشكر محمد صلاح، لكن ما تنساش محرز رفد لك اسم بلادك، محرز جاب لك كوب دافريك،
محرز مصاب ويشارك مع المنتخب الوطني الجزائري، محرز شرف الجزائر خارجيا، شرفها احسن لاعب في الدوري الانجليزي، احسن من احسن اللاعبين فنيا ومراوغات وكل شيء، فريق تقدر تقول عليه كان هاوي، ما كانش كاع مسموع على المستوى الاوروبي والدوري الاوروبي ولا حتى على المستوى الانجليزي، ادى معاه وتوج معاه بطل انجلترا قدام مانشستر يونايتد، قدام تشيلسي، قدام توتنهام، قدام مانشستر سيتي، قدام ايفرتون، هذول قدام استون فيلا، هذول عندهم تاريخ، اضافه اول مشاركه له في دوري رابطه ابطال اوروبا يطلع للدور الثاني، هذه بفضل محرز. شوف بسبتو فاردي احسن هداف، بسبتو ليستر سيتي صنع تاريخ في الدوري الانجليزي، بسبتو تشرف الجزائر والعرب والافارقه وكل شيء. اسمعوا شو قال على اعتماد بيب جوارديولا عليه من وجهه نظرك، هل رياض يعني يحتاج الى اوقات اكتر في ارضيه الملعب على اعتبار انه لاعب من اللاعبين المهره، لاعب من اللاعبين المميزين اللي له بصمه واضحه الحقيقه حينما يشترك في المباريات بصفه اساسيه؟ والله شوف بكل صراحة يعني نكون صريح معك، أنا ما نحبش ندخل في التفاصيل في نوع من هذه الأسئلة. رياض محرز لاعب كبير، وغوارديولا كان لاعبا كبيرا وأصبح مدربا كبيرا. أعتقد المدرب يعرف اللاعبين، اليوم تلعب أساسي بكرة تكون في الاحتياط، كما رأينا نشوف أغيرو في الاحتياط، وشفنا أكثر من مرة دبراين في الاحتياط، ومرة قائد التاريخ دبراين، يعني عنده لاعبين كثير وهو يعرف كيف يتعامل مع كل مباراه يلعبها مانشستر سيتي. هذا انا ما نحبش يعني لاحترامي لجوارديولا انا ما نحب نتدخل في هذه الامور، اتمنى ان شاء الله كل التوفيق للاعب محرز، لان لاعب عنده كل الامكانيات ان شاء الله. ان شاء الله. يا خوتي هذا رانا ظالمينه، احنا رانا ظالمينه ولا راه مروحو ولا مالي بيت يا اخي، بغيت تهدر على محرز لاعب كبير خصو لازم له وقت، لاعب عنده امكانيات كبيره ولازم يكون تيتيلر، تشوف ابو تريكا، تشوف المحللين المغاربه، المحللين التونسيين، طارق غياب، فتحي مولد، تشوف ابو تريكا، تشوف عيسى جمعه، هذاك جمعه، تشوف 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 المحللين القطريين كذا، حافظ دراجي بقريب يدخل في الصطاد عليه، انت تجي تقول ما ندخلش وعندي مع كل احترامي لبيب غوارديولا. يا خاوتي هذا كيف هذا يا خاوتي، اسكو رانا ظالمينو، راه ظالم روحو، راه مواسي ولا كيقبل كيعيطو لكم، قلت لهم ما تجبدوليش السؤال على محرز، يوصل روحو ومن بعد يقول لك راكم تهضروا عليه ماجر وتهضروا منه وتهضروا منه. ها شوفوا خاوتي، هذاك عطاه فيه بيت من الشعر وهذاك عطاه فيه، قال لك لا نحترم بيبو غوارديولا، وبيبو غوارديولا مدرب، هو سقسى عليه محرز شي قالوا المذيع، قالوا اسكو محرز ماك تشوف فيه باللي راه مظلوم، شي قالوا هو خصو دقائق لعب ولازم يعطيه الفرصه ولازم يخليه يلعب وهو من احسن اللاعبين وكي يلعب يبين روحه، ومحرز لاعب كبير، سير قال لاعب كبير وقال عنده امكانيات، موش لاعب هاوي تقول عنده امكانيات، قال الناس مون كامل يعرف باللي محرز عنده امكانيات، وقال لا، قالوا انا ما نبغيش ندخل في هذو التفاصيل. او مو كي سموه علاه دخلت له في التفاصيل محمد صالح، علاه دخلت له في التفاصيل يا خوتي، توما حكموا توما هضروا توما دروك شي ها ها هاي ها ما نهضروش عليه، صاي واحد قال صاي ما يزيدش يهضر عليه، ما دبر راسه والله يسهل عليه، بصح كي توصل كيما هكا بزاف شكرت صالح، اشكر محمد شكرت محمد صالح، اشكر رياض محرز، عطيت هذاك 6 دقائق ولا 4 دقائق وانت تهضر عليه، محرز ما مين با دقيقة ونص، مين با دقيقة ونص، تحترم بيبو غوارديولا، تحترم صاحبك، تحترم ولد بلادك، احترم ولد بلادك، احترم محرز، ما تحترمش بيبو غوارديولا، بيبو غوارديولا مش محترم ولد بلادك، انت ما تحترموش، نورمالمون هاكا تواس، هذا كان قابض الفريق الوطني، ماجر كان قابض الفريق الوطني، مانيش نقلل كلاعب شابو، كلاعب نرفدو له القبعة. كمسير مكاش، كمدرب منتخب الوطني مكاش. يا دولة يا خاوتي، تهلاو في رواحكم، وهذه هي.